اسمي نجوم الغانم، أنا كاتبة ومخرجة ومنتجة سينمائية من الإمارات، فخورة بجميع أفلامي الوثائقية. يمكن الجمهور حب فيلم حمامة أكثر، وهو أيضا حصل على النصيب الأكبر من الجوائز المحلية والأقليمية والدولية، ولكن أيضا فيلم أمل حصل على جوائز مماثلة، والآن فيلم أحمر أزرق أصفر ينتظر رحلته إلى المهرجانات سواء الأقليمية أو الدولية. قدمت للمختبر الإبداعي ورشة متخصصة كانت بعنوان From a Simple Idea to a Professional Film Proposal. أنصح الشباب المقبلين على الصناعة السينمائية أن لا يكتفوا فقط بموهبتهم، ولكن أيضاً أن ينموا قدراتهم المعرفية والجمالية والفنية في هذا المجال.